به منعرفش انا من با ساعه ساعتين نرف الدنيا خايضه على حكايه الحرق او الكل، ومش عارفه شنو الكلام اللي قاعد يدور. انا من قبل ما يبدا يتحكى الكلام هذا الكل انا هبط ستوري فيها انا منشجع حتى حد، وبالرسمي بالرسمي ما شجع حتى حد. يا اخي نهبط، كان جيت نهبط اني نقول لكم يلا جماعه يلا مشي وندري شنو وندري شنو وبرشا حديث، اما انا جيت هبط فيديو في البحر فوالا كيما الناس الكل ظهر لي فما برشا بنتحرقوا. مانيش اول واحده نحرق، نعاود لكم مانيش اول واحده ولا اخر واحده باش تحرق. الجيل تحرق تصور، النساء تحرق تصور، نوريكم نزيد نهبط لكم فيديوهاتهم في الستوري. ما شوكي والله شوكي، اش بيكم هكا بالرسمي، اش بيكم هكا؟ ما نصورش عملت حاجه ضرتكم. انا كي هبط زدت اكدت واني هبط في هذا الفيديو هذا باش نزيد ناكد راني ما نشجع في حتى حد. نقص وخافوا ربي، نقص وخافوا ربي. بابا وقال فما انستغرام يوز حرق. شنو انستغرام يوز حرق؟ هاي ما بتا ستوريات كيفاش شقف كيفاش وصل ايطاليا. والله 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 ريت بالله ريت، مشيت البلاد والله مشيت. عيب والله عيب، اي بالرسمي عيب بلي الانفلونس وعندها صغار يتبعوا فيها كل شيء. والله ما يجيش عيب. اه ليه ليه فهمتي بالله، ترى مش عيب عليه، عيب علينا احنا اللي مازلنا قاعدين. قول يعطيها الصحة والله بقلب. ليه؟ تخيل انت انستغرام يوز وحرقت، كيفاش صارت الحكايه؟ معناها كيفاش قاعد توثق في الامور؟ يعني بوست في الفلوكه، مانيش مفادلك، ستوري في برجو ليجي قاعده عليها، ساري توها كان هي تحرق، الاف كل يوم يحرقوا، اما خاطر ليه؟ خاطر هي معروفه شويه سوغ انستغرام، هيا نعملوا البوز بحكايتها باش نجيبوا نومبر دو فيو، باش العباد تسمع بينا، باش الباجات اللي عمرها ما سمعوا بها العباد توا يسمعوا بها ويحيروا اساميهم. هذا هو الكونسيبت بتاع الاعلام بتاعنا، كل يوم عباد قاعده تحرق وقاعده تموت. هي الحمد لله وصلت لاباس، بوهم داعين عليها بالخير. في عوض ما تحكيوا على الطفله هكا والشوشره والقعده وحليتوا قاعده وكراسي على طفله، نحلوها القاعده والكراسي هذه. السلطة المعنيه اللي خلاو بلادنا توصل للحاله هذه، اللي خلاو بلادنا ما تنجمش تعيش فيها، لا تنجم تخدم فيها، تقرا 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 بعد ما تلقاش خدمه. صحيح هي انستغراموز ومعروفه وعندها انفلونس هذا الكل، اما في عوض الشوشره اللي عملتوها على الطفله، كانت تعملوا الشوشره هذه على المسؤولين اللي في البلاد اللي وصلوا بلادها للحاله هذه كان خير. كي عملوا لكم عملوا مسلسل اسمه الحرقه في رمضان، وراكم ما ساوى اللي يصيروا في الحرقه الكل، وراكم الواقع المعيش، ونهبطوا دي زارتيكل ونحكيو باش نحاسبوا العباد اللي وصلت بلادنا للشيء هذا. شوفوا العباد اللي كل يوم ميته بالشر، شوفوا العباد اللي مش واقيه خدمت، شوفوا العباد اللي عايشه تحت الصفر واللي تتلز تحرق تقول لك اني دجا ميت لهنا، معناتها يا نموت في البحر يا نمشي نبدل حياتي. اما نفيقوا شويه ونكونوا شويه واعيين، راهي الحكايه اخطر من هكا، راهي الحكايه اكبر من هكا. داكور هي حرقت، ربي معاها، الحمد لله وصلت لاباس، ان شاء الله تبدا حياه جديده وباهيه، اما مش معناتها